السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا كيف حالك؟ الحمد لله بخير. مساك الله بالصحة والعافية والبركة في العمر. ولك والسامعين والسامعات بمثل. بارك الله فيك. أنا سؤال يا شيخ. تفضل. امرأة طلقت من زوجها بإرادتها. بإرادتها. نعم. ثم تزوجته عرفيا تأخذ معاش أبيها. نعم. ما حكم هذا المعاش؟ هذه تمشي الدولة. الزواج العرفي. من زوجها بعد ان طلقت؟ ابوها ولا هي اللي زوجت نفسها؟ لا ابوها توفي يعني. ما لها اي اولاء من العصابات؟ ليها اخوها بس الكلام ده بينها وبين جوزها واخواتها بعد كده عرفوا. لازم يصلحوا العقد يزوجوها. لان عند المأذون مكتوب في القسيمة طلقها تطليقة واحدة على الابراء. على الابراء. تمام. فلازم تكون يعني اذا مكتوب في القسيمه كده لا تحل له الا بعقد جديد وصداق جديد. فلازم الولي ايضا يزوجها، لكن يبقى اسم غش الدوله ده هي تتحمله، هي لا تستلقى الله في شأنه. لكن كلام على صحه الزواج الان يزوجها الولي، يصح العقد ويزوجها الولي. فهو في خلاف بين اخوها وبينها وهي قالت يعني انا ابن عمها. ها هي بتقول انا حره في اللي انا عاملاه. خلاص ما لا فائده في سؤالك. طيب هل لجوز مقاطعتها؟ على حسب الحال. اذا كانت المقاطعه تجدي قاطعنا، لن تجدي خلاص ماذا نصنع؟ السلام عليكم.